الخير، واليوم 7 يونيو 2022 وتوقعاتنا الفلكية لهذا النهار، وبداية مع مولود برج الحمل. عزيزي مولود برج الحمل، وضعك المهني ما زال عم يخضع لمؤامرة تمت بظروف مخططة لها بالسابق من عدة أطراف بوقت واحد، ولا تبدو تكلفة هيدي الأجواء النفسية والمالية سهلة أبدا بالنسبة لك. عاطفيا عم بيتعمد الشريك إلغاء جزء كتير كبير من مفاهيمك ومطالبك الحياتية معه، وما رح يقبل بأي نقاش جديد مرتبط بتفاصيل هيدي الأمور. مولود برج الثور، الفلك عم يتحدث عن تحرك مهني سريع، عم تجتهد على متابعته بهدف تشكيل استقرار مالي ومهني ما بيتناسب مع طموحاتك المرتبطة بمصدر خارجي. عاطفيا، خلافك الأخير مع الشريك يعتبر مجرد تفصيل صغير ليس إلا، وكبرت الأمور بينك وبينه على حساب المشاعر والأحاسيس اللي بتجمعكم. مولود برج الجوزاء، عم تسعى لتنفيذ إجراءات مهنية سابقة التزمت فيها مع أصحاب القرار مباشرة، وتبدو متفائل بنتائجها الفعلية على أرض الواقع. عاطفيا، تشابك المواضيع الخلافية ببعضها البعض مع الشريك بهذه الظروف الغير مقبولة ممكن تورط الطرفين بفراق ممكن يحصل بأي لحظة. مولود برج السرطان، رح تاخد بعين الاعتبار عملية ترتيب وضعك المالي تحت سقف يوصلك لنتيجة تفيدك بتحريك الحل السحري لصالحك ومن خلال عدة أعمال بوقت واحد. عاطفيا، لتبدو سياسة تسجيل الملاحظات والانتقادات العاطفية ضد الشريك ممكن يفهمها بنية طيبة، حتى لو كان الهدف منها لفت نظره على عملية التعاطي معك بأسلوب أفضل. مولود الأسد، عم بتعاني من استهداف مهني مبرمج من طرف البعض من الزملاء بانتظار المفاجآت يلي عم بتراهن عليها بقلب المعادلة لصالحك فعليا. عاطفيا، لتبدو قدرتك محدودة على مواجهة مفاهيم الشريك، ولا بتدل على عدم رغبتك بتصفية خلافاتك الأساسية معه حتى لو تعمد يفاجئك بحجج ما إلها قيمة عندك أبدا. مولود العذراء، وضعك المهني عم يخضع لبرمجة منطقية على أرض الواقع، ورح تتمكن من خلالها بالاقتراب أكثر وأكثر من الاستقرار الفعلي يلي كنت عم تستناه من فترة طويلة. عاطفيا، الوقت يعتبر مناسب لمعالجة أزمة حساسة مرتبطة بتفاصيل علاقتك العاطفية مع الشريك وكل خلفياتها السابقة. مولود الميزان، رح تتوصل لتصور واضح وحاسم مرتبط بعملية بقائك بوظيفتك الحالية، وكأنك من خلال هيدي الخطوة عم بتخطط للتنويع والاستقلالية بأعمالك الخاصة بأقل كلفة مادية ممكنة. عاطفيا، عم بيتعمد الشريك تجاهلك وعدم الاهتمام بأفكارك وأرائك الحياتية بهدف التأثير على مواقفك الرافضة لتصرفاته وأسلوب العشوائي معك. مولود العقرب، قد يستحضر أحد الزملاء وقائع لمشكلة قديمة حصلت بينك وبين أحد الزملاء، والهدف منها إضعاف حضورك المهني واستبعادك عن وظيفتك الحالية. عاطفيا، عم تكبر حالات الخوف والقلق عندك نتيجة اهتمام الشريك بمصالحه الخاصة على حساب استقرار علاقتك العاطفية معه. مولود القوس، الفلك عم يتحدث عن تغيير جذري رح ياخدك باتجاه خطوات أمامية، ومن المحتمل أنها تخدم طموحك بتطوير وضعك المالي بشكل أسرع. عاطفيا، عم تسعى لفض الإشكال العاطفي اللي تسلل على تفاصيل علاقتك مع الشريك قبل التفكير بحسم الأمر باتجاه بداية جديدة بيناتكم. مولود برج الجدي، عم بتعيش أجواء استبدادية واضحة على الصعيد المهني، لا يبدو أنها منصفة بحقك لا ماديا ولا معنويا، ولكنك رح تركز على كيفية التخلص منها بأقل فترة زمنية ممكنة. عاطفيا، عم بتعاني من خلاف عاطفي أصبح شديد التكرار ما بينك وبين الشريك، ولا تبدو الظروف مساعدة لتجاوز تأثيراته النفسية عند الطرفين. مولود برج الدلو، عودة الحديث عن إمكانيات انتقالك باتجاه ظروف مهنية أفضل رح خليك تفكر بكيفية تسريع الأمر واستغلال هيدا الموضوع لصالحك. عاطفيا، علاقتك مع الشريك رح تشهد تقلبات مزاجية واضحة ممكن تعرضك لمواجهة كلامية معه، من الصعب انك تفلت من تأثيراتها الحاضرة بيناتكم بكل دقيقة. آخر الأبراج معنا مولود الحوت، عزيز الحوت، رح تتقصد دمج عدة مسؤوليات مهنية ببعضها البعض بهدف زيادة رصيدك المالي من جهة، وتقوية حظوظك بالاستقلالية عن محيط عملك الحالي من جهة تانية. عاطفيا، لا يعتبر كل يلي حققته بالأساس هو إنجاز عاطفي ممكن يسمح لك بعودة العلاقة ما بينك وبين الشريك لحجمها الطبيعي. هذه كانت أخبارنا وتوقعاتنا الفلكية لهذا النهار، إن شاء الله تكونوا حبيتوها، بتمنى لكم بقية النهار يكون كتير حلو. بلكم بألف خير، وباي باي.